تهانينا والناموس للجميع في هذه الامسيه امسيه اللقايه بشعارات اصحاب السمو الشيوخ في ختام تمهيدي المرموم حيث تابعنا اربعه شر... 14 شوطا لسن اللقاية في مسافة ورحلة الأربعة كيلومترات بالشعارات أصحاب السمو الشيوخ في هذا المساء الجميل انطلق الشوط الأول وانطلقت الشاهينية بشعار هجن زعبيل والتوقيت الأفضل والأجمل في هذا المساء وبقيادة المتألق راشد بن محمد بن مروشد توقيتها الزمني خمس دقائق ثمانية ثانية بالوفاء والتمام تهانينا لمالك هجن زعبيل سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن المكتوم على هذا الانطلاق الرائع اللي قدمته الشاهينية والتهاني موصولة للمتألق راشد بن محمد بن مرشد شوطنا الثاني وثاني ساعات هذا المساء ذهبت مع شاهين لهجن سيح السلام بقيادة الشاعر حمد بن علي العويسي ست دقائق عشر ثواني أربع أجزاء من الثانية هو توقيت شاهين اما شوطنا الثالث شوط الساعة الثالثة في هذا المساء ذهب مع الشاهينية بشعار هجن العاصفة وقيادة المضمر غياث الهلالي ست دقائق ست ثواني سبعة اجزاء من الثانية توقيتها الزمني الشوط الرابع وساعته ذهبت ايضا مع الحساس لهجن سيح السلم وقيادة العمدة عبيد بن حمد بن شينان المري جاء بتوقيت زمني مقداره ست دقائق سبع ثواني وتسع اجزاء من الثانية اما شوطنا الخامس فكان الموعد حاضرا مع الشامخة بشعار معالي الشيخ محمد بن بطيئة الحامد وقيادة مختار بن احمد ست دقائق ثمان ثواني ست اجزاء من الثانية توقيتها الزمني شوطنا السادس كان الموعد حاضرا في هذا المساء مع شاهين بشعار يجن العاصفة ومتابعة غياث الهلال ست دقائق اثنى عشر ثانية بالوفاء والتمام هو توقيت شاهين اما الشوط السابع فتنطلق الشاهينيه بناموس هذا الشوط لهجن سيح السلم وقياده عبد الله بن سعيد بن حمد الهايري ست دقائق 12 ثانيه خمس اجزاء من الثانيه هو توقيت الشاهينيه الشوط الثامن أمس ناموسي هذا الشوط مع شاهين بشعار هجن العاصفه وقياده مضمره غياث الهلالي ست دقائق 15 ثانيه جزء واحد من الثانيه هو توقيت شاهين اما الشوط التاسع فجاء ناموسي هذا الشوط من نصيب رها بشعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف الهيان وقياده الصادق فضل الامين ست دقائق 11 ثانيه تسع اجزاء من الثانيه هو توقيت رها اما الشوط العاشر فكان الموعد حاضرا لشاهين يضيف النقطه الثانيه لهذا الشعار وتوقيت الزمني ست دقائق سبع ثواني جزئين من الثانيه تهانينا لهجن زعبيل تهانينا المتألق راشد بن محمد بن مرشد الشوط الحاضر الحادي عشر كان الموعد حاضرا مع شمعة بشعار سمو الشيخ محمد بن دياب بن سيفان هيان وقيادة الصادق فضل الأمين ست دقائق 12 ثانية سبع أجزاء من الثانية هو توقيت شمعة أما الشوط الثاني عشر فينطلق نهار بناموس هذا الشوط بشعار سمو الشيخ محمد بن سعود المعلى وقيادة عيسى بن خلفان بشاوي الغفري من قدم نهار بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع الجميل الشوط الثالث عشر وهي جاءت بناموس هذا الشوط شوط لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان نهيان وقياده الصادق فضل الامين ست دقائق 11 ثانيه سبع اجزاء من الثانيه هو توقيت وهيئه الشوط الرابع عشر شوط الختام تضيف زاهيه النقطه الرابعه لهذا الشعار شعار سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيفان نهيان وقياده المضمر الصادق فضل الامين حيث جاءت بتوقيت زمني مقداره ست دقائق 13 ثانية وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس للجميع. إلى هنا مشاهدينا متابعينا الكرام ناتي إلى ختام سباق هذا المساء. تقبلوا تحيات الجميع من طاقم النقل الخارجي لقناة دبي ريسنج ومخرج هذا السباق الأستاذ عبد الله وادي. فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وإلى الملتقى في صباح يوم الغد مع سن الإذاعة بشعارات أبناء القبائل. <applause>